صباح الخير، أنا اسمي نور والنهاردة هحكي لكم قصة الساحر اللي طلع بنت على المسرح وفجأة ظهرت آيات كتير على جسمها. شيوبي ساحر وكان من أشهر السحرة اللي بيعملوا عروض في الشارع، وفي يوم هو كان بيأدي عرض كبير قدام جمهوره، من أول نظرة على الجمهور لفت انتباهه بنت شكلها خايفة ومرعب، واعتقد إن شكلها مناسب جداً إنها تكون مساعدة على المسرح، وراح طلب منها وقال لها إن بسبب رقتها وغضبها هتكون مناسبة جداً. وافقت البنت إنها تكون من الفريق بتاعه، والبنت لعبت دور الشيطان الأسود اللي لابس عباية كبيرة. ولكن بعد ما طلعت على المسرح ظهرت وراها إيد غريبة جداً. الجمهور اعتقد إن دي الخدعة إن يظهر أيادي كتير على جسمها، بس الساحر كان متوتر جداً وافتكر إن البنت اللي عملت ده عشان يكون من العرض. ولكن الحقيقة إن البنت دي كانت في يوم من الأيام مرحة جداً، ولكن بعد حادثة العربية اللي حصلت لها بقت قليلة الكلام ووحيدة. من 5 سنين البنت دي لما كانت في سنة تانية ثانوي كانت في رحلة تبع مدرستها والسواق ما كانش منتبه للسواقة، فحصلت حادثة بشعة وهي إن الأتوبيس وقع في النهر. فريق الإنقاذ قدروا يطلعوا جسمها وجسم صاحبتها من النهر، وعلشان البنت دي اتعمل لها إنعاش قبل صاحبتها هي عاشت وصاحبتها ملحقوش ينقذوها. بعد ما عاشت البنت دي سألت الراجل اللي أنقذها ليه ما أنقذتش صاحبتي الأول؟ قال لها إنه أول ما بص عليها لقى إن في حاجة بتنور على صدرها ولاحظها أول ما بص، علشان كده السلسلة دي هي سبب إنقاذها، ولكن صاحبتها ما كانتش عايزة تموت. ومن وقتها وهي بتظهر من وقت للتاني لصاحبتها اللي عاشت، وبسبب الموقف ده البنت بقى عندها عيون بتشوف اللي غيرها مش بيشوفه، وكل الأرواح التانية الشريرة والطيبة عرفت إن البنت دي بتقدر تشوفهم، وكانوا كلهم بيطلبوا مساعدتها عشان يحققوا أمنياتهم اللي ماتوا قبل ما يعملوها. بدأ سلوك البنت يتغير بسبب اللي بتشوفه كل يوم، كل زمايلها كانوا فاكرين إن جالها اكتئاب حاد، ولكن في نفس الوقت كلهم قطعوا الكلام معاها، وحتى أسرتها ما قدروش يتعاملوا معاها وهي كده ومش يسابوها. في يوم سألها الساحر إنها تيجي وتتغدى مع كل فريق العمل بتاعهم. بعد ما كلوا وشربوا كتير البنت بدأت تقول كلام مجنون وتضرب أي حد حواليها، حتى إنها مسكت الساحر وقطعت قميصه في إيدها. وتاني يوم الصبح وهي بتغسل أسنانها افتكرت كل اللي حصل امبارح، وفضلت تتصل بالساحر عشان تعتذر له، ولكن في وسط المكالمة صرخت جامد لأنها كانت شافت شبح. ساعتها الساحر كنسل طيارته ورجع لبيت البنت بسرعة يشوف حصل لها إيه. فضل حاسس بالأمان والاستقرار طول ما هو جوه بيتها، ولكن في وقت خروجه شاف طفل صغير قاعد في التلج بره. فكر إنه يطلع ويطمن عليه عشان الجو برد جدا، ولكن هي رفضت جدا. بالليل وهو في بيته حس إن في حاجة مش طبيعية في البيت، صوت موجود وحد بيلمسه. صحي من النوم يشوف في ايه، وبص في المراية لقى نفس الطفل قاعد على ظهره. كان خايف جدا لدرجة انه جاله صوت هستيري لان عرف ان الطفل ده مش عايش، وطلع نام في الشارع. البنت راحت له وقالت له الحقيقة وانه مش مجنون زي ما الناس قالت. وفي اليوم التالي البنت اخدته وسألت الطفل هو عايز ايه، وحققته له فعلا، وبعدين الطفل اختفى. واخيرا الساحر عارف يدخل عالم السحر الحقيقي، وفي الوقت نفسه حب البنت وتأثر بشجاعتها وقوتها، وبدأ يظهر عليها إنها كمان بتحبه، ولكنها قالت له لأ مش هينفع نكون مع بعض. تاني يوم أم البنت طلبت منها إنها تقابل راجل طالب جوازها، وهي وافقت عشان هي بتفكر بعقلها أكتر من قلبها. ولكن من غير قصده الساحر لقى المكان اللي بيتقابلوا فيه، راح وأقنعها إنها تتخلى عن الراجل ده وإنه مش مناسب ليها، وقال لها أنا بقولك كده عشان أنا صديقك، ولكن هي رفضت وقالت له تعالى معايا الموعد. وفي وسط الموعد قعدت تضحك وتهزر مع الراجل، وده كسر قلب الساحر جدا لأنه أول مرة يشوفها بتضحك، وده خلاه غيران جدا عليها. ولكن لما الراجل اللي قاعد معاها راح الحمام ظهر له شبح من الأشباح اللي تبع البنت، وقاطع كل الاتصال معاها. بصعوبة جدا إن حد يوافق يخرج معاها، ولكن في الآخر خاف منها وبعد برضه. بسبب حزنها عزمها الساحر على شرب الخمر معاها عشان تنسى. الاتنين فضلوا يشربوا لدرجة إنهم ما قدروش يفتحوا عينهم وروحوا البيت مع بعض. وبالليل ظهر شبح تاني للساحر وهو في حضن البنت، وكان خايف جدا لدرجة انه ما قدرش يغمض عينه. بعد الحادثة دي هما الاتنين ترددوا في انهم يكملوا في العلاقة دي. البنت ما كانتش حابة ان الساحر يفضل عايش في خوف وقلق، وفي نفس الوقت الساحر ما كانش عارف هو ده بسبب الحب ولا بسبب الشفقة عليها، وكان برضه متردد ومش عارف. جمعت شجاعتها وقالت له احنا مش هينفع نكون مع بعض تاني، وانه مش هيقدر يتعامل مع اللي هي بتتعامل معاه. والبنت قررت تبعد نهائي عنه. وفي اليوم التاني هي راحت الشغل عشان تنهي وظيفتها في الفريق ده، ولكن حتى بعد ما بقوش مع بعض الأشباح كانت لسه بتظهر له برضه، وكان من كتر الخوف اللي بيحسه كل يوم بيفقد الأمل في الحياة. وساعتها بس حس إنه فعلا بيحب البنت دي، وإنه قبل يعيش حياته في خوف علشانها، علشان كده راح واعترف لها قدامها بحبه ليها،
وهي برضه اعترفت له بحبها الكبير له. البنت لقت فيه كتاب عندها سلسلة، وساعتها رجعت بذكرياتها لما فريق الإنقاذ قال لها أنه أنقذها بسببها. السلسلة الكريستالية دي مش بتاعتها، افتكرت أن السلسلة دي قبل الحادثة بشوية كانت صاحبتها بتوريها لها، ولأن البنت لقيتها جميلة قوي قالت لها ممكن أجربها، وقالت لها صوريني بيها وهرجعها لك بعد الصورة، ولكن ده كان وقت الحادثة البشعة اللي تعرضوا ليها. ومن ساعتها والبنت محتفظة بيها في صندوق عندها. وفي اليوم التالي فقرة الساحر كانت فقرة أنه يرمي مساعدته في المية، ولكن حصلت مشكلة ومعرفوش يخرجوها. حاول الساحر أنه يكسر الصندوق عليها، ولكن اتفاجئ أن في بنت تانية في الحوض معاها، وهي كانت مستنية أن البنت تنزل في الحوض عشان تحضنها بلطف وتحط السلسلة على رقبتها تاني. وبكده أمنية الشبح اتحققت، وهي أن زميلتها تموت وخلاص هي كده اختفت. بكده فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا فولو علشان تشوف مننا كل جديد.